عماد، تفضل يا عماد. السلام عليكم شيخ الراج. وعليكم السلام وأهلا ومرحبا بك. شكرا لك على إتاحة الفرصة شيخ الراج. الله يحييك. بس الأمانة حبيت أوصل نصيحة للأخوة الشيعة. لحظة يا عماد، لحظة 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 لحظة. عماد أرسل لي رسالة قال فيها أنه مهتد من أصول أحوازية في الكويت. يا عماد والله لك. اذكر قصتك، الناس ترى تبي قصتك، والنصارى لاحقين عليهم التشابه بين الشيعة والنصارى. اذكر قصتك. الشيخ فراج استاذنك واستاذن المستمعين انه يعطوني وقت عساس ان اشرح قصتي كثر ما اقدر من راح اختصرها. ماشي ماشي. انا من مواليد 1991. لا تذكر، لا تذكر تفاصيل، تكفى لا تذكر تفاصيل علشان يعني مصلحتك الشخصية. لا ما يخالف، بس الشغلات المهمة عشان يكون عارفين الشخص اللي قاعد يكلمهم من أي منطقة وأي بيئة كان عايش فيها. ما يخالف. هذه الفكرة. تفضل. انولد سنة 1991 في منطقة اسمها الأحواز. لما وعيت اكتشفت أن المنطقة هذه أساسا كشعب عربي أصيل وليس فارسي. يعني من نرجع لأجدادنا لسابع جد من أصول عربية. لكن طبعا أنتم عارفين الشخص لما يكون في مرحلة الطفولة ما يقدر هو اللي يختار ولا يقدر يحدد شيء. أي نعم. فدخلونا المدارس الإيرانية، المدارس الفارسية من عمر 6 سنوات. نعم. خلال الدراسة الابتدائي والمتوسطة والثانوي جميع دراستنا كانت باللغة الفارسية إجبار. طبعا احنا ما كنا نحس ان اجبار، لان خلاص خلينا نقول تاغلموا الناس على الوضع هذا انه طبيعي. اي نعم. الانسان لازم يدرس باللغه الفارسيه. صحيح. طول فتره الاسبوع اللي احنا كنا نروح المدرسه كانت عندنا ساعه واحده للقران الكريم، والقران الكريم ما كانوا يشرحون لنا الايات او يعلمونا فهم الايات. كانوا يعلمونا الترجمه، شلون نترجم الايه من العربي للفارسي. أما مو مقصدهم بالتعليم الساعة هذه أن نفهم القرآن ومستوعب. هذه في مرحلة، أنت تتكلم عن مرحلة النشأة، كانت في الأحواز وكانت في المدارس وكان القرآن مهمش في المدارس نهائيا. هذه أول سنة أذكر لك إياها أنا اللي درست فيها شيخ فراج في الأحواز، وهي كانت أول ابتدائي. ثاني ابتدائي لغاية ما خلصت الثانوية كنت أدرس في الكويت، المدرسة الإيرانية اللي في الكويت. نهى. وانت تجيد الفارسية طبعا بحكم انها لغة الدراسة. اكيد اكيد طبعا بطلاقة، وتحدى اكبر راس يتكلم فارسي بطلاقة. يعني خدابس هذه بالترجمة، سواء بالترجمة او خلينا نقول كحوار. يا طول عليكم، الفترة هذه الابتدائي المتوسطة والثانوية خلصتهم في الكويت، هني كنا نعاشر الناس اللي معانا قبل العشرة. قبل العشرة في دراستك إلى الثانوية درست القرآن في المدارس الإيرانية ساعة واحدة بالأسبوع خلال السنة كاملة. وأنت غسمها. أي. باقي الدروس كانت عندنا مادة العربي نفس الشيء ساعة واحدة بالأسبوع فقط. وما كانوا يعطونها الأهمية هذه الأهمية. والفارسية لا، جميع المواد باللغة الفارسية. الله الله. جميع المواد. على طار المواد راح نذكر بعدين المواد اللي كنا ندرسهم في المدرسة. جميل. وأتوقع دارسين مدرسة إيرانية عارفين إن في مادة اسمها تاريخ إيران والعالم. تاريخ إيران بروح، تاريخه. طبعا هذا ما أبي أدخل التفاصيل. طال عمرك بالنسبة حق نطوف مرحلة الدراسة. طبعا الفترة هذه كنت أروح الحسينيات فترات محرم، اللي شهر محرم من 1 محرم إلى 10 محرم. نعم. وبعد تخرجي خلينا نقول توظفت في أحد الحملات من غير ذكر أسماء، وكنت أروح للعراق. تقريبا دخولي للعراق وخروجي من الكويت 27 مرة. الله 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 الله, الله. معناه طبعا الحملات مو حملات الحج والعمرة، الحملات الروح الكربلاء. الحملات الروح إلى كربلاء. هنا عشان بس أهل السنة يعرفون الحملات المكة يعني. بالضبط. لا لا لا، الحملات اللي كانت في وجهها الأضرحة مثل ما يسمونها. الله المستعان. أضرحة أهل البيت لإمام علي وإمام الحسين. نعم.
فكنت أواجه جميع أنواع الشخصيات اللي موجودة هناك، سواء من اللي يعتبرون نفسهم خدم بالأضرحة أو خدم للناس أو أن العلماء أهل العمائم السادة أو المشايخ. أحياناً كانت تصير مواقف كنت أنا يعني أنظهر من الداخل الصراحة، كنت يعني أقول هل معقولة الاحترام والأخلاق والمظلومية اللي كنت أشوفها سواء داخل الحسينيات أو في الشاشات معقولة تصرفهم بالطريقة هذه لا أخلاقية؟ يعني أبسط مثال، حرمة كانت قدامي تسأل سيد لابس عمامة، السؤال ما راح أذكر شنو هو السؤال، بس إن الموقف اللي صار عادت عليه السؤال 3 مرات، مكان ضجة وزحمة وفعلا الصوت ما ينسمع، فانجبرت إن تعيد عليه السؤال، سؤال مجرد سؤال 3 مرات أيوة. يعني رد عليها رد كأنها غاتلة أبوه. أيوة. طيب من الأخلاق، أنت من أخلاق أهل البيت، أنت اللي خلال طول السنة ما شفنا منكم ولا سمعنا أي توجيه يفيد البشرية باستثناء البتي واللطم والنوح، نفس القصة نفس الموضوع يتكرر طوال السنة، طيب وين أخلاقكم؟ وين أخلاق أهل البيت اللي أنتم قاعد تكلمون عنها؟ هذه متأجرة باسم أهل البيت. طيب عماد، هذه المواقف إيش أثرها عليك أنت؟ أثرها علي أنا اللي وصلت له، أتمنى أن الشباب سواء في البصرة العراق أو أينما كانوا الشيعة بالذات أمسح جميع الكتب والقصص اللي سمعتها أنت لغاية اللحظة هذه. تبي توصل للحقيقة؟ اقرأ القرآن، الله. كتاب الله فقط. شنو البداية عندك؟ بداية التحول عندك يا عماد؟ جميع التفاصيل ذاكر لك يا إنسان، جميع التفاصيل من بداية الخلق إلى يوم الحساب، ذاكر لك جميع التفاصيل، الحق والباطل موجود بالكتاب. الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا بحبل الله، ما ذكر لازم تعتصمون بحبل علي وفاطمة رضوان الله عليهم، لهم مكانتهم، قدموا للإسلام شاكرين مشكورين، بس مو أن أي يعطيهم منزلة، منزلة الرب صحيح، منزلة الخالق صحيح. كل شيء يا أخي، الشفاء يطلبون منهم، الرزق يطلبون منهم، الحماية يطلبون منهم، طيب وين الخالق؟ وين دور الخالق رب العباد اللي هو خلق أهل البيت سبحانه وتعالى؟ طيب أنتم ليش كل ترجيكم بأهل البيت؟ ليش مو محمد؟ مو هو محمد صلوات الله عليه، وهو يعتبر جدهم، هم اللي طلعوا من صلبه، ليش هو مظلوم اكثر من اهل البيت عندكم؟ مو معطينا حقه، ما تعطون محمد شنو قدم للانسانيه؟ طيب يا اخونا عماد، اخونا عماد، بدايه هل معقوله، بس 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 كلمه واحده اخوي فراج، هل معقوله انتم يا شيعة، يا أخي أنت كإنسان عاقل، ما أسميك شيعي أو لا، أنت كإنسان عاقل، ابعدنا عن مسميات الدين، هل معقولة أنت تؤمن بنبي وتطعن في شرفه في زوجته؟ أنت كيف تؤمن بنبي وتطعن بزوجته؟ ليش التناقض هذا اللي عندكم يا 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 بشر؟ متى كانت البداية؟ بداية التحول منذ 2 سنين بالضبط، قريب يعني. اي طيب، طبعا السنتين هذه بالضبط اللي خلاص خلينا نقول وصلت للحقيقه، اما قبلها لا، كنت ابحث عن الحقيقه. كم وصلت لها بيوم ويومين. كم فتره البحث؟ كم سنه؟ من زمان يعني، من تقريبا لما كان عمري من 24 سنه. طيب شنو السبب اللي خلاك تبحث؟ شنو الدافع الاول اللي خلاك تبحث وتشك في الدين اللي انت عليه؟ القتل اللي كان يصير بالعراق وسوريا على الناس، اللي خلينا نقول انا من وجهه نظري كنت اشوفهم سنه وشيعه، اللي كانوا الملال يدعمونهم بجميع الطرق اللي هم خلينا نقول الحشد الشعبي وغيره المسميات هذه، والناس اللي كانت يعني مو معقوله انت تبحث لي عن ارهابي تجي تحطم لي منطقه كامله وتهجر ناسها. الله الله، عرفنا الله، نصابين يعني هالمراجع، حطمتها بالكامل
انت تبحث عن ارهابي 10 100 مو معقوله تحطم بنيه تحتيه كامله لبشريه يا عماد كامل. عماد وانت الاحوازي انت مجرب يعني مجربين الاحوازيين الجو هذا احنا عايشينها استاذ فراج احنا عايشينها احنا من سنه 1925 واحنا عايشين هالشيء والله بس مع الاسف عندنا ناس خلينا نقول طبعا السلاح الوحيد اللي مستخدمينه الملالي هو شيء واحد وفعلا نجحوا فيه وهو تجهيل المجتمع يخلونه جاهل أحسنت. ما يقرا ولا احسنت يقرأ. احسنت كلام جميل هذه النقطتين صحيح انت شوف اغلب اتباع الشيعة مع احترام لهم في منهم اطباء مهندسين بس قلة قليلة والأغلبية كلهم جهلاء لا يعرف يكتب اسمه ولا يعرف يقرأ اسمه اللهم يسمع شنو يقولون وينفذ فقط والقرآن دليل يعني قليل منهم والبرنامج ما شاء الله هذا البرنامج كل ما اتصل علينا لا معمم ولا عامي ما عارفون يقرون قرآن لأن أستاذ فراج القرآن الكريم يبطل عقيدتهم بالكامل وما أتوقع شخص منهم يقدر يتجرأ ويشوف عقيدته فعلا انهدمت قدام عينه ما عندهم الجرأة هذه ما عندهم الجرأة أنهم يعترفون بالحقيقة والحق طيب شنو مراحل الأولى في البحث عندك إيش سويت المراحل الأولى اللي هي البحث سيرش على اليوتيوب على جوجل أقرأ الآيات القرآن اللي طبعا خليهم يعرفون شيء واحد إن القرآن صريح وواضح ما يحتاج معمم يشرح لك إياه هم رابطين فهم القرآن فهم المعمم فقط القرآن لغة عربية يا إنسان يا عربي وين ما تسمعني سواء بالعراق أو بالأحواز القرآن لغة عربية يعني لغة أم لغة أمك اللي أنت انولدت عليها يا إنسان يا عربي لما تقراها سبحان الله راح تفهمها من غير ما أحد يشرح لك إياها قل هو الله أحد ما تحتاج أحد يشرح لك إياها بلسان عربي مبين طيب مبين الحين أخونا عماد هذا قبل 4 سنين تقريبا طيب المرحلة الأولى المرحلة التأثر بالشخصيات يعني صدمتك بسلوك المراجع لما يهدمون يعني المدن السنية بناء على حجج يعني تافهة ولكنهم يلبسون جرائمهم لباس مقاومة داعش مقاومة كذا وهم يريدون استئصال أهل السنة طيب بالضبط. المرحلة الثانية مرحلة البحث والقراءة شنو هو أكثر مكان كنت تبحث فيه ويعني وبديت يعني خطواتك الأولى من خلاله أنا الأمانة الشيخ فراج الدكتور عثمان الخميس موجود بالكويت قابلته مرة وكان بيني وبين حوار وأكثر من سؤال وأخذت أجوبة فعلا أجوبة مقنعة مثل ما قلت لك بحثي دائم كان بشكل يومي على خلينا نقول اليوتيوب والجوجل أكثر شيء في التفاسير الأحاديث طبعا نفس الشيء كنت أقارن الشخصيات اللي تطلع تتكلم باسم الشيعة وشخصيات اللي تطلع تتكلم باسم أهل السنة كنت أشوف فيه تناقض وايد شيء يناقض العقل خلينا نقول بروايات أو أحاديث أهل الشيعة ولما تبحث عن مصادر ما في مصادر أو مصادر ضعيفة صحيح يعني مو معقولة خلينا نقول الكتب هذا العلماء اللي كانوا قبلهم شاهدين الأحداث أنتم قاعد تنكرون خلينا نقول تنكرون أحاديثهم وتصدقون أحاديث ناس إجت بعد 500 أو 600 سنة من البعثة وتصدقون أحاديثهم زين قبل شوي ذكرت القرآن تأثرك بالقرآن شنو أكثر شيء أثر فيك في القرآن كل شيء يعني كل آية كانت تأثر فيني لا أقصد شنو الشيء اللي يعني رأيت أنه مصادم لعقيدتك السابقة بسم الله الرحمن الرحيم ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا 3 شروط لا خوف عليهم ولا هم يحزنون طيب مو معقولة أن الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح راح يدخلني الجنة
والشيعة يقولون لا لازم يكون عندك إيمان بعلي بن أبي طالب عشان تدخل الجنة. طيب الله قاعد يقول لي كذي؟ الله هذه صريح العبارة، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يوجد في القرآن اشتراط الإيمان بالولاية الاثني عشر حتى يعني ينجو العبد يوم القيامة، لا يوجد هذا. هذا استنباط جميل. ما في ولا آية صريحة، ما في. القرآن خلينا نقول من أو الهدف من الأنبياء والرسل بداية هو التوحيد، توحيد الله. طيب أخونا عماد، عشان بس الوقت احنا بنختصر المحاور، شنو المرحلة الأولى في هدايتك؟ الإقدام اللي أقدمت عليه لما بديت في مرحلة الهداية. حاولت أني أول شيء أوعي أهل بيتي. لا 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 لا، أنا أقصد الخطوة الأولى نحو الهداية سويت. أول خطوة هي الصلاة. صرت تصلي. الصلاة هذه أهم ركن في الإسلام. يعني ما يوم كنت شيعي ما كنت تصلي؟ لا. وتروح الحملات الكربلاء وتصلي؟ هنا ما كنت أصلي، أو أنك كنت أصلي بشكل خلينا نقول متقطع جدا. إيه، لأن الدين دين عبارة عن عاطفة، لطم وطقوس وما أشبه ذلك. لا، وأنا أقول لك سيد فراج، ضامن لك الجنة سواء كنت زين ولا مو زين. تعال تعال لحظة، تقول سيد فراج، ترى ماني لابس عمامة سوداء. أستاذ لا لا، سيد مو معنات المعممين. لا 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 لا، هذا من باب المزاح بس يمكن تغلب على اللسان. يعني لما يقول يا سيد فلان، ها ما يخالف، اما مو استاذ، هكذا مقبوله. تفضل كمل. يعني لان هم خلاص ضامن لك الجنه، انت بما انك موالي اهل البيت معناته انت بالجنه. يا سلام، لو مهما فعلت. واتحدى احد من الشيعة يطلع ينفي الكلام هذا. لا لا، انا اي واحد عماد، انا استعرضت هذا في قناه وصال، وجبت يعني، وهذا من اوجه الشبه بين النصارى وبين عقيدة الاثني عشرية. يقولون اصبر علي يا عماد، اصبر خلني اوصل لك اياها، خلني اوصل لك هذه اللي خلتني اتصل فيك. جميل، خلني بجيبها لك. كانوا النصارى يقولون حب يسوع ينجيك، مجرد الحب. والشيعة يقولون علي حبه جنة، يعني قسيم النار والجنة، يعني يدخلك قسيم النار والجنة. ولذا يقولون أن مجرد المحبة يوم القيامة كافية لدخول الجنة، والروايات عندهم في ذلك والطرح في حسينياتهم كثير. هذا من أوجه الشبه بين العقيدتين. تفضل، ايش تبي تقول في هذه؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس بما كسبت رهينة. أنت يا إنسان مرهون بأعمالك. صحيح، نتيجتك اللي تأخذها بأعمالك اللي قدمتها في الحياة، إن كنت مؤمن كان بها، إن كنت مشرك لا حساب، إن كنت كافر لا حساب، إن كنت مؤمن وخلينا نقول تساعد الناس هذا لا حساب. محبة شخص إنه تدخلني الجنة والنار باستثناء الرسول، هو اللي راح يشفع صلوات ربي وسلامه عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين فقط. أما باقي البشرية لا، كلهم منزلة واحدة. ما فضل أحد على أحد رب العالمين باستثناء الأنبياء والرسل والصالحين. أصلا موضوع اشتراط المحبة فقط يعني هذا إبطال للعمل. بالضبط، هذا هو. لما أنت في تكبر عقيدة، أو خلينا نقول تعتبر عقيدة فعلا، أنت قاعد تكبر أو تنمي حب مخلوق وخوفي منه أكثر من الخالق. الله، هني طلعتني من العقيدة الإسلامية الصحيحة. الله، وهني سهل عليك التحكم بالبشر، وهذا اللي صاير. تحكمه في الشيعة، وللأسف يعني خلينا نقول صاروا أداء بيد العلماء والمراجع. سؤال، أنت قلت كلام خطير يا عماد، يعني التوحيد ما يخليهم يتحكمون في البشر. القرآن
ما يخليهم يتحكمون في البشر، بينما نهائيا اي لما صار وصار وسائط عبر هذا المقام للمرجعية، وايضا عبر كونهم سدنة قبور ومشرفوا عتبات، اصبحوا يتصرفون بالشيعة عن بهذه الطريقة. بالضبط، لان الانسان اللي يعرف الله فعلا راح يكون انسان حر، ما يسمح لاي مخلوق على وجه الارض انه هو اللي خلينا نقول يواجهه، روح يمين روح يمين، روح يسار روح يسار، سواء كان على حق او باطل. يا سلام، انتم يا شيعة قاعد تشوفون الظلم اللي صار هناك، خلينا نقول بالعراق وسوريا او اي مكان معمم حط ايده، او خلينا نقول الاصح الحكومة الفارسية تدخلت بشكل مباشر. طيب اللي هم اهل العمائر، ميخال ما في بلد، ما في بلد منهم سلم. عشان الوقت عماد بسألك، شنو موقف الاهل من هدايتك؟ لا الحمد لله، الالف الحمد لله ايجابي جدا، وخلينا نقول صاروا يتقبلون، بالذات لما خلينا نقول اوضح لهم نفس الطريقة اللي انا فهمتها، انه لا ما يجوز خلينا نقول زوجة النبي، يعني احتراما للنبي المفروض نحترمها احتراما للنبي، ما يجوز. بل هي اهل للاحترام والتبجيل، وهي اهل للاحترام، والله والله برأها بكتابة بصريح العبارة، يعني هل معقولة نشك بكلام الله بعد؟ لا مو الموضوع هالشكل عماد، بس الموضوع اذا كان الله يدافع عنها انت تصير خصمة. شلون تصير خصم شخص رب العالمين هو قاعد يدافع عنه؟ قاتل الله المجوس، هم هذه المسألة المجوسية. طيب حبيبنا الغالي، ذكرت موضوع تجهيل المجتمع، وهذه نقطة في غاية الأهمية دائما أنا أطرحها، موضوع أن المعممين يتعمدون تجهيل الشيعة، يتعمدون صحيح. أحيانا يتصلون علينا يخربون الفكرة على الشيعة، أيضا يتعمدون أن لا تصل الرسالة إلى الشيعة. يا ترى شنو مصلحتهم؟ مصلحتهم أنا أقول لك يا، كل ما خليت الشعب يكون جاهل أكثر، أولاً أن أنا أسيطر عليه بسهالة، وثاني شيء راح ينفذ أمري من غير ما يرجع حق أي أحد. فشنو اللي لازم أسوي؟ أول شيء أخلق له عدو ما يرحمه. وحشة أنا عشت هني بين السنة، خلينا نقول السلف الصالح السلفيين، لا عشت بينهم على الكويت، عشت بخير أنا أهلي، هذه عقيدة السنة. في بداية أيام الدراسة، لما خلينا نقول قبل ما أوصل مرحلة الوعي اللي أنا فيها حاليا، لا يعني خلينا أقول لك الصراحة، لما كنت أشوف شخص ملتحي بالشارع ودشداشة مثلا خلينا نقول شوي مرتفع عن الأرض، كنت أخاف منه لهالدرجة، كانوا يصورونا إياهم إن أهما فعلا أعداءكم ديروا بالكم، فكنا نتجنب حتى السلام عليهم للدرجة هذه. الله المستعان. بينما معنا دين الإسلام، لا عماد، أهل السنة يعتبر دين الرحمة فعلا، الله دين المحبة فعلا. هذا اللي كنت بسألك عنه يا عماد، يعني في حياتك وانت شيعي وعايش بين أهل السنة في الكويت، شفت يوم من الأيام واحد دينيا يعني من منطلقات دينية راح ظلمك؟ لا والله حشا، أقسم بالله العظيم حشا، ما صارت. وأنا أقول لك إياها، هذا الفرق بين أهل السنة وأهل الشيعة، روح أي بلد شيعي الأخ ما يرحم أخوه، لأن خلوا عقليتهم مادية دنيوية. واضح جدا، واضح. طيب أخوي الغالي، بعد هدايتك والأهل الله أعانه، هل اهتدى على إيدينك أحد من أهلك؟ أي الحمد لله، الوالدة خواتي الحمد لله، الحمد لله. الوالد شوي متأثر خلينا نقول مال عن الفكر القديم أو الفكر اللي كانوا مدخلينه في رأسه، الحمد لله. نسأل الله أن يهدي على يديك أيضا ويقر عينك بهدايته. آمين يا رب العالمين. شنو رسالتك للشيعة؟ وأنا كان خاطري أسألك قبل رسالتك للشيعة، خلنا نختم فيها رسالتك للشيعة. إيش كنتوا تسوون في الباصات وأنتوا رايحين الكربلاء والطقوس؟ شنو الترتيب؟ ما كانت في طقوس معينة بالباص، باستثناء مثلا خلينا نقول
بالطريق يكون في معانا شيخ او شخص يقرا الادعيه ما ادعيه والشخص يجمع صدقات من الزوار والصدقات هذه تروح حق صاحب الحمله وصاحب الحمله طبعا يقدمهم حق المسؤولين الاضرح. انا اسالهم سؤال واحد انا سالت نفسي قبل ما اسالهم، هل معقوله علي بن ابي طالب اللي تسمونه ابو الايتام يرضى ان تخلون فوق قبته 4 طن ذهب والايتام والمحتاجين والفقارة حوالين ضريحه يطرون لقمه الخبز؟ الحين القبه 4 علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب يرضى هذا الشيء؟ اقسم بالله لو علي عايش اقسم بالله العظيم ما انتم عارفين شنو كراحتهم. يعني يعني هذه من مشاهداتك اللي شفتها في رحلاتك زين؟ اي نعم. اسالك بالله، كنتوا في الباصات يعني المعمم مثلا يقرا القران يفسر اياته مثلا يامر ب لا 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 لا, لا, لا يفسر ايات مثل ما قلت لك شيخ فراج. بالنسبه حق القران خلينا نقول كان شيء مو ثانوي، لا والله حتى يخلونا يمكن المرتبه العاشره اول شيء الادعيه اللي عندهم الادعيه، سواء طبعا انتوا عارفين الكتب اللي موجوده من غير ذكر اسامي، انا ما خلاص ما راح اذكر اي شيء، هي اسامي كثيره. الامام الفلاني عنده كتابين، الامام الفلاني عنده كتابين، بخلص من ال 12 امام بعدين ترجع حق المراجع، مرجع فلاني عنده كتاب، مرجع هذه كلها ادعيه. ادعيه اي نعم. الصحيفه السجاديه وما ادري شنو من ودعاء كوميل ودعاء الى اخره. جميل جميل. طبعا كوميل بريء من عقيدتهم. الشيخ فراج الادعيه هذه شيخ فراج خلينا نقول هم كانت سبب من الاسباب اني ارجع للقران، لان احيانا كنت اقرا مو اقرا الدعاء، اسمع الدعاء يكون في شرك بالله، ان انت قاعد تعطي خلينا نقول صفه من صفات رب العالمين حق مخلوق حق عبد لله. طيب كلنا عبيد لله. زين عماد، شنو رسالتك الاخيره يعني عشان نختم هذا الحوار الجميل؟ شنو رسالتك لأبناء جلدتك؟ أول شيء إذا تبون توصلون للحقيقة تعلموا القراءة أو الكتابة، مع أني عارف ومتأكد الحكومة الشيعية سواء العراق أو إيران ما راح تسمح لكم بهالشيء. بس الشيعة في الخليج متعلمين يا عماد، متعلمين في الكويت، متعلمين في السعودية، متعلمين في المدارس الحكومية. مو كلهم، أنا أقول لك يا في صح بس قلة نادرة بالذات في الكويت، الشيعة اللي بالكويت لا لله الحمد ولله الحمد اغلبهم وعوا على الموضوع هذا. ان فعلا المعممين هدفهم سياسي بحت، ما له دخل بالدين نهائيا. وبالعكس خلينا نقول صار يخرب عقيده الاسلام او انه قاعد يوجهك لجهنم، ومو مهم عنده انت تدخل الجنه او ما تدخل الجنه، مو مهم عنده، المهم عنده انه هو يوصل حق هدفه. اي وهدفه شنو؟ هدفه يرجع الامبراطوريه اللي كسرها عمر بن الخطاب على راس اكبر ملك. الله ينور بصيرتك، الله ينور بصيرتك يا زين الفطره، شلون تدل صاحبها الى الحق. هذه الفطره اي انا اطلبهم انهم يردون لفطرتهم، بس تعلموا القراءه والكتابه، لما تتعلمون القراءه والكتابه اقروا القران، ارجوكم رجاء اقروا القران. بس انا بقول لك كلمه يا عماد، مساله تعلم القراءه والكتابه ما اظن في احد امي اليوم، لكن قول يقرؤون القران. لا في استاذ فراج اعذرني انا ضحكت، بس انت لاحظ المتصلين اللي خلينا نقول اخر الحلقه اللي نزلتوها على اليوتيوب كان متصل يتحاور معك بخصوص حديث وقال لك عنها ايه، كان مصر انها ايه في القران، وهو مو عارف الحديث عن الآية أو الصورة أو مو عارف يميز الشغلات هذه. تريدهم يقرؤون القرآن؟ دليل أنهم لا يقرؤون، لا يعرفون القراءة. الله يهديهم، الله يهديهم. شكر الله لك، شكر الله لك أخي عماد هذه المداخل. ولك شيخ فراج. بيض الله يهديك. شكراً 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 حبيبي. وعسى الله يثبتنا وياكم يا رب. وبيننا إن شاء الله تواصل إن شاء الله. بإذن الله. حفظك الله. شكرا أخي عماد الفرحاني من الكويت، من أصول أحوازية، وهداه الله قريبا قبل سنتين بعد رحلة بحث مدتها يعني أيضا كما ذكر أخونا عماد أن بعد 4
يعني من سنة 24، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته. كلام جميل، كلام حقيقة، يعني جعلني أشعر أن الإنسان بفطرته قادر على أن ينبذ الظلم، وقادر على أن ينبذ العقائد الفاسدة، وهذا ما فعل أخينا أو أخونا عماد، ثبته الله على الحق. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.